بين اليابسة والماء ثمة عناق أبدي حميم يلهب الخيال ليرسم لوحته التكوينية المنبعثة من عمق الحاجة البشرية لتوالدهما المستمر. ومع التقاء أمواج البحر بأرصفة الموانئ تنبعث الذاكرة مجسدة ارتباط الماضي التليد بالحاضر المجيد، لتستلهم العقول الواعية أن المستقبل سيكون أجمل. وها هو المستقبل يبزغ نجمه ويسطع نوره في بلد تمتد مساحته ما بين الخليج العربي والبحر الأحمر لأكثر من 2000 كيلومتر من الشواطئ الاستراتيجية و 1050 ميلا بحريا على الساحل الغربي و 520 ميلا على الساحل الشرقي.